إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح. من جانب آخر، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ربما يعرض للخطر الموارد الإنسانية المحدودة بالفعل والتي تمس الحاجة إليها في أجزاء أخرى من العالم. وقال فيليبو جراندي إن المفوضية قلقة من احتمال أن تمتد الحرب خارج إسرائيل وغزة.